بناخذ اتصال مع صاحب السمو الملكية الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، اللي مشكورا يتواصل مع البرنامج في توضيح هذا الموضوع أكثر، لأنه مثل ما ظهر وكيل أعمال اللاعب أحمد الفريدي بالأمس في برنامج ام بي سي أكشن وقال أنه المشكلة مع الإدارة والإدارة هي عرفت مشكلة أحمد الفريدي. أكيد بيوضح لنا الموضوع سمو الأمير. مساك الله بالخير سمو الأمير. اهلا وسهلا، مرحبا اخوي، حياك الله. مسي عليكم بخير وعلى اخي ماجد. الله يحييك سمو الامير، على الكابتن عبد الله الشريده والكابتن عبد الله، طبعا كان لاعبنا وله تقدير كبير، والكابتن ايضا وليد الطرير نتذكر هدفه في كاس العالم للشباب. اكيد من ينسى سمو الامير، اكيد طبعا. حياك الله معنا سمو الامير. اهلا وسهلا ومرحبا. بالنسبه لموضوع احمد الفريدي، بس نعم. احب يعني سبب المداخله نقطتين. النقطه الاولى لما يكون في لاعب منضبط وخلوق زي احمد الفريدي، صحيح، يعني يكون في نوع من علامات الاستفهام الكبيره عندما يحدث امر مثل هذا. صحيح صحيح. في ناس قالوا لنا او في ناس تساؤلات جمه حصلت، انه لماذا اعلنت الاداره مضمون الرساله، وهل كان بالامكان مثلا، حتى هذا كان على فكره لما ناقشنا الامر بالمناسبه الاجتماع اللي كان وفق ما ذكرته صحيفة المتميزة الجزيرة، الاجتماع اللي كان بينه وبين الأمير نواف والأمير سامي ما كان له علاقة بموضوع الفريدي، كان له علاقة بمباراة الأهلي وكيفية التعامل معها، وكان سامي اجتمع مع المدرب قبل حضورنا للتمرين عصرا، يعني كانوا مجتمعين، فكان سامي يبلغنا كيف المدرب يفكر أنه يلعب في مباراة الأهلي، كان في بينهم نقاش فني، فكان هذا هو محور الاجتماع اللي كان بينه وبين الأمير نواف وسامي. الموضوع اللي كنا احنا الحقيقه يعني اعضاء مجلس الاداره موجودين، وكنا على برا الملعب يعني على الكراسي الاحتياط. نعم. تناقشنا في الامر، كان عندنا خيارين، اما ان نقول انه غاب بدون عذر اللاعب، لانه مثل ما تفضلت لاعب كبير زي صحيح. احمد الفريدي ولم يحصل من اول ما مسكت النادي انه غاب عن تمرين واحد الا بعذر. صحيح. يعني لي 4 سنوات الان لم يحدث انه غاب احمد الفريدي عن تمرين الا بعذر. ما فبالتالي هو امر مستغرب انه يغيب تمرينين ورا بعض. فكان امامنا احد خيارين، اما ان احنا نقول انه اللاعب غاب بدون عذر، او ان احنا ناخذ بالراي الثاني اللي حصل، اللي هو انه نعلن انه الحادثه اللي حصلت تفاصيل الرساله. طبعا سبب اختيارنا للموضوع الثاني هو ببساطه ما يلي، ان احنا انا شخصيا بعد ما ارسلت الرساله يوم الخميس ابلغني الحقيقه ما ابلغني، لقيت الرساله نصا موجوده في تليفوني، فكلمت خالد المغيري قلت له هذه الرساله من مين؟ فقال لي من احمد الفريدي. فما كان مني الا اني اتصلت على تليفونين عندي لاحمد اكثر من مره وما رد علي. اتصل في احد من اعضاء الشرف الاعزاء ايضا لم يرد علي، اتصل عليه المغيري باكثر من مره وهشام الحيدان اظن، او يعني الاداره اتصلوا عليه برضه ما رد يعني. فبالتالي اللي خلانا مثل ما قلت ان احنا نعلن الموضوع انه حصل قبل اليوم الجمعه في الليل جتني رسائل عده من عده صحفيين انه ما هي قصه تمرد احمد الفريدي. طبعا وبعدين قبل التمرين بساعات عديده كان موجود مكتوب في تويتر عند اكثر من اعلامي منهم الصحفي المتميز احمد العجلان انه حصل يعني تفاصيل ما حدث. طبعا في ناس تقول انه خالد المغيربي هو اللي سرب هذا الامر، وانا اؤكد انه هذا الامر غير صحيح لسبب بسيط. خالد المغيربي عنده مئات الاشياء التي يعني تدخل في نطاق السريه بالنسبه للنادي منذ 4 سنوات ولم يخرج منه اي شيء. بس سمو الامير اذا سمحت، بس جزئيه بسيطه هنا، كان في توم في مداخله احمد استفسار مباشر او تساؤل مباشر، يقول لك ايش معنى هذه الرساله هي اللي سربت للاعلام بينما لم يسرب من قبل امور كثيره داخل نادي الهلال. انا اقول لك على شيء، في نهايه الامر لما يغيب احمد عن تمرين يوم الخميس وانا يجيني قبلها برساله، انا اؤكد لك انه التسريب ما هو من طرفنا، لانه اساسا الموضوع هذا كان في اضيق نطاق. طبعا احنا في نهايه الامر لما اللاعب ما يرد على التليفونات وانت تطلع تقول، يعني مثل المشكله انه هو ما رد على التليفونات ولا جاء تمرينين ورا بعض، واحمد لاعب مهم مثل ما تفضلتوا يعني. صحيح. فلما يجي احد مثلا، لو انت جيت قلت انه غاب من غير عذر واللاعب ما هو على تواصل معك، ممكن اللاعب يطلع يقول لا ما هو صحيح ان انا غايب من غير عذر، انا ارسلت رساله فحواها كذا وكذا. فانت لازم تحسب كذا الاحتمالات، ان النادي ما يقول كلام ما هو صحيح، خصوصا ان احنا سئلنا الاخ رئيس مدير المركز الاعلامي الاستاذ عبد الكريم الجاسر
قبل ذلك الامير نواف وسامي سئلنا انه هل صحيح انه الفريدي ارسل رساله؟ فما يمكن ان احنا نقول غاب من غير عذر وما في اتصال بينه وبين اللاعب. طب فرضنا اللاعب مصر على موقفه وبعدين لما قلنا غاب بدون عذر طلع قال لا انا ما يمكن اغيب بدون عذر، انا ارسلت رساله لفلان اطلب كذا وكذا وكذا. يعني ما المطلوب من الاداره انها تفعل غير ما فعلته؟ طيب ابو فيصل جزئيه اخرى لو سمحت، ابو فيصل جزئيه اخرى دعانا الى ان احنا. الشيء الثاني اللي انا ابغى اقوله، الاقاويل اللي طلعت انه في مشاكل حصلت بين سعد الحارثي وبين احمد الفريدي، انا كنت على فكره بالمناسبه موجود في المباراه، كنت موجود بعد المباراه وكنت موجود في غرفه الملابس. الغرفة كان يعني عمها يعني هدوء شديد أو إن شئت اكتئاب شديد بسبب نتيجة المباراة، ولم يكن هناك أي مشادة بين أي لاعب ولاعب. هذا شيء أؤكد يعني ولست محتاجا أن يعني أن أخفف أمر حصل. إحنا تذكرون في مرة سابقة حصل في أوزباكستان مشادة بين رادوي وطارق التايب، وأعلنها بصراحة لما سئلنا حول. صحيح صحيح، يعني ما في ما يدعو أنك تخبي أمر مثل هذا. هذا 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 أمر. طلعت أقاويل برضو عشان أقفل الموضوع هذا، ويعني إنه أحمد متضايق من تبديله، ومن إنه هو يعني مستقصد في التبديلات أو شيء زي كذا. أنا أحب أوضح إنه إحنا عندنا لاعب جلبناه بمبالغ طائلة اللي هو أشيل إيمانه يلعب في نفس خانة الفريدي. من اللي كان يلعب أساسي، الفريدي ولا إيمانه؟ الفريدي. صحيح صحيح. يعني فبالتالي وين الاستقصاد إذا كان هذا الأمر؟ فكل هالأمور مردود عليها. يبقى شيء أخير، إني أنا بالنسبة لي أحمد الفريدي أعتبره أخ صغير، وأعتبر والده أخ كبير أيضا، وعلاقتي فيه ممتازة. وأنا الحقيقة مكان يعني مكمن استغرابي مثل ما قلت إنه يعني الرجل هذا 4 سنوات لم يحدث أن حصلت منه مشكلة مماثلة، أو إنه غاب من غير عذر، أو إنه يعني تعرف أنت تتوقع، يعني ممكن أتوقع التصرف هذا من أي أحد إلا أحمد الفريدي. ربما هذا هو المزعج في الموضوع بالنسبة لي. ولكن في نهاية الأمر يبقى أحمد الفريدي ابن من أبناء نادي الهلال. نعم. وسنحل هذا الوضع اليوم إذا جاء التمرين إن شاء الله. يعني إن شاء الله بنحل الموضوع هذا بما يخدم يعني وفق اللوائح الداخلية، وبما يخدم مصلحة الهلال ويخدم مصلحة اللاعب. وسنراعي أمرين. الأمر الأول إنه إحنا ينبغي إنه نكون يعني نحفظ حقوق النادي، وفي نفس الوقت كمان ينبغي أن نراعي أيضا إنه ليست من عادات أحمد الفريدي أو شيمه أن يكون غير انضباطي أو أنه يغيب عن تمارين. ما أسلفت 4 سنوات. صحيح. لم نرى هذا الشيء منه. طيب سمو الأمير إذا سمحت لي بس، يعني عفوا، أنت في رأيك شو اللي دفع أحمد الفريدي إلى يعني إرسال رسالة المغيربي قال فيها أنا يا جماعة يا أروح برا يا أروح إلى نادي آخر؟ وفي نفس الوقت شو اللي دفع أيضا وكيل أعماله أنه يقول في مشكلة تعرفها الإدارة؟ ومن وكيل أعمال اللاعب لابد أن يدافع عن اللاعب. وبالمناسبة أنا سلطان البلوي لا أشكك في أنه من حقه أنه يبحث عن مصلحة وكيله ومصلحة لاعبه ويدافع عنه، هذا دور الوكيل الطبيعي يعني. نعم. ولا أنا بالمناسبة لا أميل أيضا إلى نظرية المؤامرة أنه سلطان البلوي يعني مستعرف، كلام متداول خلني أقولها المفتشر، أنه هو لاعب في رأس الفريدي ويبغى يروح نادي ثاني. ما أعتقد أن المسألة هذه صحيحة. في نهاية الأمر إحنا يعني في وقت احتراف، ومن حق اللاعب إنه يروح للعرض الأفضل اللي يأمن حياته ويأمن مستقبله، سواء كان أحمد الفريدي أو غيره. وعمر أحمد الفريدي ولاعبين كثير، لعيبة كبار ونجوم ولهم قيمتهم ولهم جماهيريتهم ولهم عطائهم اللي ما أحد ينكره، ولكن أيضا في أندية أيضا كبيرة لا تتوقف على أحد. فبالتالي من حق يعني أحمد الفريدي أن يبحث عن الفرصة التي يراها مناسبة له، ومن حق وكيله أن يبحث له عن أحسن الفرص اللي تؤمن مستقبل اللاعب وتعود عليه بالنفع المادي الأكبر، وتعود على الوكيل أيضا بالنفع المادي الأكبر. هذا ما هو عيب. فأنا ما أعتقد أنه غياب أحمد الفريدي مثلا كما يقال بتحريض من سلطان البلوي لأنه مثلا شقيق الأخ الصديق منصور البلوي اللي كان رئيس الاتحاد وعضو شرف داعم له، ما أضر الأمور بهالأمر. ولا أعتقد أو متأكد أن النظرة هذه موجودة، وأبرئ سلطان البلوي من ما قيل، لأنه حصلت بينه وبينه مكالمة، وهو يعني أنا سألته وش المشكلة. أنا شخصيا والله ما أعرف وش المشكلة اللي قال لي أنه بكرة بيحكي معاك أحمد الفريدي. أنا أقسم لك بالله العظيم أني لا أدري يعني ماذا دعا أحمد الفريدي من مشاكل لكي
يرسل هذه الرسالة ويتوقف عن استقبال اتصالاتنا. أنا أقول اتصالاتنا لا أعني فيها التفخيم بأنه نحن، لا، اتصالاتنا كإدارة أقصد أكثر من شخص. فبالتالي أنا اللي أقوله أنه هذا أمر أنا بالنسبة لي كان مستغرب، لأن أنا ماني شايف حدث كبير يعني أو ظلم كبير على حسب ما أعرف. أنا في النادي كل يوم، ماني أنا مثلا والله رئيس نادي أروح للنادي كل أسبوع، أنا كل يوم في النادي موجود في التمارين، موجود قبل التمرين وموجود بعد التمرين، وأقضي ساعة ونص في مكتبي بعد كل تمرين، وعلاقتي باللاعبين متميزة جدا، وعلاقتي على وجه الخصوص بأحمد الفريدي متميزة جدا. جميل. فبالتالي يعني أنا سأؤكد لك أن لا أعلم ما الذي دعا أحمد الفريدي إلى أن يرسل هذه الرسالة وما الذي دعاه إلى أن لا أرد على اتصالاتي لكي يخبرني لماذا أرسل هذه الرسالة. جميل. هذا كل ما في الأمر. جميل. سمو الأمير، بصراحة أنتم كإدارة في نادي الهلال أمامكم مباراة مهمة أمام الأهلي الأسبوع القادم يوم الخميس تحديدا، هل تضايقكم مثل هذه التصرفات من بعض اللاعبين؟ تحرج الإدارة، تسبب لكم نوع من الإرباك في مثل هذه الأمور؟ والله ما تسبب نوع من الإرباك. أنا أقول لك على شيء، في نهاية الأمر إحنا يعني جماعة الخير يعني نحن لسنا وضعنا ليس كما نطمح وليس كما يطمح جمهور الهلال هذا بالتأكيد، ولكن في نهاية الأمر أو بدايته إن شئت إحنا عندنا 37 نقطة والشباب 38 نقطة والأهلي 39 نقطة، صحيح، وباقي في الدوري 10 مباريات، وكل فريق من هالفرق والاتفاق أيضا أظن 34 أو 35 على ما أعتقد. يعني في عندك 4 فرق متقاربة جدا في النقاط. كل هذه الفرق أمامها مباريات صعبة، أمامها مباريات صعبة، الهلال أمامه مباريات صعبة زي الشباب، للأسف مو زي الشباب، زي الاتحاد والأهلي والنصر والاتفاق، والفرق اللي في وسط الترتيب وتتذيل وأصبحت أكثر صعوبة الآن، لأنه لو تلاحظ في عندك 4 فرق في الأخير متقاربة جدا، صحيح، فهذه حتصير تشكل صعوبة لأنها تخشى الهبوط. نفس الشيء بالنسبة للشباب، لسه باقيله الاتحاد والأهلي والاتفاق وبرضو الفرق اللي قلنا عليها، نفس الشيء الأهلي باقيله الاتحاد والهلال، صحيح، والشباب والاتفاق. فأنت تتكلم عن دوري ما هي بين ملامحه إلى الآن، وإحنا في نهاية الأمر في المركز الثالث بفرق نقطتين عن الأهلي. يعني إحنا ما إحنا في وضع كارثي. أنا اللي أحيانا أسمعه أوكي إحنا يعني إحنا ما إحنا في وضع فني جيد، قاعدين نحاول نصلح الأمور هذه ونشتغل على الفريق وإن شاء الله الأمور حتبان خلال الأيام القادمة إحنا ماذا سنفعل. جميل. ولكن في نهاية الأمر إحنا يعني وضعنا لما أسمع أحد يتكلم أحس إن إحنا يعني على الهبوط قبل الأنصار في الترتيب. طيب قبل الختام سمو الأمير، سؤال مباشر، هل كانت عملية الاستعانة بصديق مثل ما كتب في الصحافة اليوم الرياضية معظمها عملية الاستعانة بالأمير بدر محمد والتواصل مع الفريدي هو اللي يعني رجع الأمور لمجاريها، ولا كان في تدخلات أخرى؟ والله أنا ماني شايف، يعني أنا في نهاية الأمر يعني مثل ما قلت لك إحنا في نهاية الأمر اللي جعل الأمر يثار في الصحافة إن إحنا تكلمنا، يعني هو الأمر أثير، ماجد صححني إن كنت مخطئ، أنتم مهم من العصر ومن الظهر قبل ما نطلع يطلع البيان، ما كان منتشر خبر الرسالة هذه إلا منتشر، صحيح، منتشر في كل مكان، صاحب هذا عدم رد الكابتن أحمد الفريدي على اتصالاتنا، فما كان ما كان عندنا خيار آخر غير إن إحنا نعلن الموضوع. وأؤكد مرة ثانية أننا أبرئ وعلى يقين من أنه الرسالة لم تتسرب من خالد المغيربي ولا أي أحد من طرف الإدارة، هذا أمر أنا أؤكده ومتأكد منه لأني أعرف خالد المغيربي منه وأعرف واللاعيبة نفسهم يعرفون خالد المغيربي منه وعلاقته فيهم كيف وعمله كيف، صحيح صحيح. فبالتالي من هالمنطلق أنا أقول لك أنه لا، طبعا الأمير بندر بن محمد ما في شك نائب رئيس أعضاء الشرف وأخ أكبر وداعم النادي الهلال بكل المراحل، اتصل فيني يا أخي الأمير بندر وأبلغني أنه الأخ أحمد الفريدي اتصل فيه وأنه الأمور كذا 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 وأنه غدا سيحضر التمرين وأنه الأمر أنه هو كان مستاء من مستواه وكان مستاء أنه مستوى متراجع وفق كلام أخي الأمير بندر. وأنه هو متضايق وأنه هو تسرع، كانت لحظة عاطفية عندما بعث بهذه الرسالة، وأنه هو يعني ما كان وده أن الرسالة هي تطلع في الإعلام. شرحت الأمير بندر ما شرحت لكم إياه. وفي نهاية الأمر إحنا ما لنا مصلحة أساسا، يعني أنا أقول ما يشفع لأحمد الفريدي فقط أنه هذه أول مرة تحدي، صحيح، سنحل الأمر في وفق لوائح النادي، سنستمع أولا لأحمد الفريدي، أنا إذا أحسست أنه أحمد الفريدي يدري